السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعين قناة تلتل جيمرز، ونكمل معكم تختيم لاتينيوم لعبة نيوها الجزء الأول. طيب اليوم عندنا مقطع جدا خفيف، اللي هو بعد المرحلة الأولى وش حصل؟ بعد المرحلة الأولى وش حصل؟ في بعد المرحلة الأولى صارت ثلاث أشياء. أول شيء فتح عندك اللي هو الدوجو، أو خلنا نقول النقطة هذه يسمونها الدوجو هو، تمام؟ هنا عندك اللي هو فتح الشراين، تقدر تدخل الشراين هنا وتصلح الاشياء كنت تصلحها في الشراين بشكل طبيعي. ما في شيء فتح جديد، نشوف ما في شيء جديد. تقدر تصلح ليفلنج اب بشكل طبيعي. عندك هنا اللي هو البلاك سميث، وهذا الحداد، هذه البنت الحدادة، وهذه عند اللي هو تقدر تشتري وتبيع، وهذه بنرجع لها بعدين، راح نرجع لها بعدين، راح يكون لها مقطع خاص نتكلم فيه. بس وشي نجمع بعض الاشياء، نجمع الاشياء، وهذه مهمة مهمة جدا لي البلات. شلون؟ هذه غثيثة شوي، يبغاك تكلمها كل فترة. الآن زي الآن تضغط مثلث تكلمها، دائما تكلمها، فهنا تعطيك هي معلومات تعلمك عن اللي هو الأسلحة، الريفورجينج، سبيشال فايند، الباي باك، تشتري حاجة إذا بعتها. أهم شيء هنا سبيك تو توم، هذه كل ما تخلص مهمة لازم تكلمها، كل ما تخلص مهمة لازم تكلمها، وكلمها إلين تخلص المحادثات حقتها، إلين ترجع للمحادثة حقتها الأصلية. ليش؟ لان هذه كل ما كلمتها راح تفتح لك، تعطيك مهمات حقتها مهمة جدا. يعني عندها اظن 60 طلب يبغونك تخلصها اثناء اللعب، 60 طلب تخلصها. خلاص هذه شايفين الان تقول اوكي دقيقة، كم باك اني تايم. خلاص هنا خلصت، هنا ما عندها شيء. تكلم اكثر من مرة لان هذه غثيثة، تمام؟ لا شرح اكثر ان شاء الله في التروفي حقها، بس خلنا شيء نتقدم شويه. حلو، يلا عندك الدوجو. الدوجو هذا مهم جدا، الدوجو هذا اثناء اللعب تفتح لك مهمات. احنا راح نخلص المهمات هذه، زي هذه مهمه التدريب، خلصها الافضل. هذه مهمه اللي هي زي تقول تدريب متطور، لكن تهمنا هذه المهمه. هذه اذا خلصتها راح تقدر تفتح قدرات في النينجا، زي مثلا ايش اسم المهمة هذه؟ The Way of the Ninja، نوفس يعني جديد. لو ضغطنا زر اللمس ورحنا على Learn Skills ورحنا على النينجا، هنا فيه مهارات عشان افتحها. شايفين المهارات هذه؟ عشان افتحها احتاج اخلص المهمة هذه. اذا فتحت المهمة راح يطلع لك اسمها هنا، يعني اذا المهمة طلع اسمها هنا يعني هي فاتحة عندك في الدوجو، فانت لقاها في الدوجو. فعشان افتح اللي هي هذه الان عندنا السنيك، فين السنيك؟ هي السنيك اللي هي هذه شايفينها، السنيك اتاك هذه اللي هي اذا جيت خلف عدو تطعن بمثلث. فهذه عشان تفتح لازم تخلص المهمه. المهمه فين؟ في الدوجو هنا. لو جينا الدوجو هنا اللي هو هذه المهمه، تمام؟ في متروفي لازم تخلص كل المهمات، وهذه المهمات مطلوبه، تمام؟ طيب ايش عندنا هنا؟ هنا ستور هاوس، اللي هو الستور هاوس اللي هو مخزن تحط فيه اللي هو الادوات حقتك، تمام؟ طبعا ايش بصلح انا؟ واضح المهمة هذه ما احتاج اخلصها معاكم، بس بخلص هذه وهذه بعدين ارجع معاكم واخلص هذه عشان اشرح لكم النينجا. بس قبل نشوف الارقام اللي في اليمين. الارقام اللي في اليمين اللي هي اول شيء الادوات اللي معاكم. معاي 78 اداة من عتاد، اسلحة، دروع، ادوات من 500، تمام؟ 78 من 500. كيف نعرف الرقم هذا؟ لو ضغطنا على الايتم هنا، شايفين تحت 78 من 500، انت تشيل معك 500 اداه. طيب تحت ايش فيه؟ تحتها الرقم هذا اللي هو رقم الجلوري. الجلوري اللي هو اذا قتلت القبور الحمراء كم تجمع جلوري؟ يعني احنا يبغى لنا عشان نجيب البلاتينيوم يبغى لنا 1300 جلوري، فلازم نقتل كثير. تحت اللي هو الفلوس، معي 6000 فلوس، وتحت اللي هو الامريت اللي هي ارواح، 6500 ارواح، تمام؟ طيب الان ما نكثر كلام، ادخل هنا. تدرون؟ بخلص هذه معاكم الان، بعدين نرجع نخلص هاي الثنتين، نخليها في الاخير هذه، اذا ما طلع لنا تروفي اللي هو المهمات، نخلص هاي الثنتين، توقع المهمات هذه ما هي مطلوبه توقع في التروفي. طيب نخش هنا ونخش. طبعا يعطيك اللي هو الجواز، المهمات اذا خلصت يعطيك جواز، فهذه تدريب على النينجا بس، كتستخدم ذات النينجا. طيب الان شو نصلح اول شيء؟ هذه كل شيء يخص النينجا، يلا نجي اول شيء نجي هنا وناخذ الاشياء هذه. طيب ايش يعطيك هنا؟ اعطاك هنا هو الشعر، شعر النينجا. شو هو شعر النينجا هذا؟ لو جينا هنا على الايتم نلقى هذا هو، شايفينه؟
هذا شعر النينجا. الشعر هذا إذا استخدمته يعطيك 5 نقاط نينجا، 5 نقاط لقدرات النينجا. نيجي هنا نقول يوز، استخدمناه. طيب تمام، الآن لو دخلنا على الليرن سكيل وجينا على النينجا، هنا شايفين النينجا هذه فوق، شوف معي فوق النينجا، الآن معاي 5 نقاط. فنشتري، تشتري هذه نينجا سكيل بوينتس، هذه أشياء ترميها في الأرض، أشياء حلوة تأخر عليك الأعداء. ونشتري هذه، هذه حقة اللي هي مكباشي، المكباشي اللي هو إيش؟ هذه ترميها في الأرض، هاي ترميها في الأرض المكباشي. وهذه إيش هذه؟ أيوة هذه عشان ترميها ورا بعض، ترمي اللي هو هذه ورا بعض اللي هي الشركة. طيب إيش في كمان نفتح بس هذه؟ طيب ما علينا. يلا الآن يقول لك تعال هنا، دقيقة ندخل هنا في الشراين، ندخل على هو يعلمك أصلا هنا الريدي جيتسو، وين نختار. طيب تختار عندك الشوركن ناخذها، وعندك اللايتنج شيل هذه ترمي بيض أو ترمي قنابل دخان من الأخير كذا، قنابل دخان. وهذه المكباشي ترميها في الأرض، الأعداء إذا دعسوا عليها مثلا عدو يلحق، إذا دعس عليها يتأخر تمام، زي ما تقول أشواك يدعس عليها ويتأخر عنك. في حاجة مهمة جدا مدام وصلنا هنا، في حاجة اسمها النينجيتسو كاباسيتي، وكمان حتى هنا في الأومنو اللي هو الإنوميو أو السحر في كاباسيتي، شايفين هذه الستة، هذه هي زي ما تقول السعة، يعني أنا الآن ما أقدر أشيل على كيفي تمام، لما بشيل الآن ما أقدر أشيل غير 13 قطعة، زين مثلا أشيل 3 بس أقدر أشيل 3 تمام، وهنا أقدر أشيل 3 كذا 6، 3 اللي هو الرقم فين، الرقم هذا شايفينه، وهنا أقدر أشيل 3، يعني شلت الآن 9، أقدر أشيل الآن 6 زيادة تمام. فهي تنتبه لهذه، يعني مثلا إذا عندك شيء تقول ما أقدر أشيله لأن عندك الكباسيتي، كيف تزيد الكباسيتي هذه؟ تزيدها من هنا أثناء مع التطوير، أوريكم أثناء التطوير كيف تزيدها. يلا الآن يجونك أعداء، اشتغل عليهم، طلع سلاحك، أهم شيء ترمي اللي هو ذا. أوه صح صح نسينا، صح نسيت، صح 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 نسيت حاجة، وكيف تجهزها؟ تضغط مثلث الآن جهزها، اضغط مثلث واختار من هنا الشوركن، حطيناها هنا و قمة الدخان هنا والمكباشي هنا. يلا الآن يجون لك الأعداء، تعال يا ولد حاول ترميهم أول شيء بال، أيوة الآن نرميهم بإيش أول شيء؟ نرمي هنا اللي هي هذي شايفين؟ كيف يدعسون عليها؟ يلا الآن ارميهم بالشوركن، وأخر عني ارميهم بالشوركن، اتفقع وجهي هذول الشوركن، خاصة الشوركن، ارميهم كل الدخان، قوم الدخان عليهم، نمشي هذا، نمشي هذا، جم هنا عليها، واحد مات، خلي يجي عليها كذا، ابغى يجي عليها. هذا رهيب هذه، بس كذا خلصت بس. يلا اطلع يس. طيب الان اخذنا اللي هي الجوائز هذه، كيف تشوف الجوائز؟ هذه الجوائز عندك، هذا الشعر، شعر النينجا هذا الاحمر، هذا يعطيك نقاط النينجا، وملابس النينجا، هذه ملابس النينجا خلاص. اوكي يلا الان كيف نجينا مثلا على الايتمز ونشوف الشعر، هذا الشعر هذه استخدمها على طول، هذه يعني هذه ما تنفعك، هذا هذا الفائده الوحيده منك، تعطيك نقاط نينجا بس. بخصوص الملابس، الملابس ما توقع الملابس، الملابس تحتاج الى شيء معين، تحتاج الى نقاط هنا شايفين، تحتاج الى بادي 6 نقاط بادي، انا ما عندي 6 نقاط بادي، صاحب على اقول والله تعطي خفيفه، والله مره 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 خفيفه، خفيفة وقوية يا ابن الذين، والله مرة تستاهل ذي. شوف هذه ما أعطاني هنا بس أعطاني هنا، والله خفيفة ومرة مفيدة. شوف سبيشل افكت هذا مقفل، شايفين إذا ما طبقت اللي هو هذا، شايفين هذا إذا ما كان 6 هذه ما تشتغل،
مقفله، فلازم تطابق اللي هو الاشياء هذه الباتي. طيب يلا نجي مثلا على ندخل هنا نجي على الشراين ونشوف ليفل اب. طيب شو قلنا احنا نتكلم عن الكباسيتي، الكباسيتي اللي هي هذه شايفينها، هذه عندك هنا النينجا باور قوة النينجا، وهنا اللي هو النينجا كباسيتي شايفين ثلاثة، يعني اقدر اشيل مثلا ثلاثة قطع بس. هذه عند السحر لا، السحر ستة، وهذه تحتها اللي هي النقاط، هذه نقاط التطوير يعني كم نقطة عندك. فالنينجا عندي ثلاثة وفي السحر عندي ستة، فهمت كيف؟ هذه هي الساموراي حقت الساموراي، ساموراي سكيلز لا ما فيها كباسيتي بس ايش؟ نقاط الساموراي. طيب شو نبغى احنا نزيد البادي؟ البادي خمسة؟ ابي ازيده، ازيده ستة، خليه ستة وشوف استخدم حقت النينجا هذيك، نحط واحد في النينجا، كيف ازيد النينجا؟ الماجيك ازيده في الدكستريتي، فالدكستريتي هو خاص بالنينجا، فانت تبغى نينجا تركز على الدكستريتي، تبغى سحر اونميو ركز على السحر. فانا بستخدم هذه النينجا عشان بفتح قدرة ونشيل معانا اشياء نرميها، شيء حلو انكم معك اشياء ترميها. لا 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 بركز على ستامينا، دقيقة ركز على ستامينا عشان بزيد الوزن. خلنا نزيد الهارد البادي والهارد، يلا كويس. ايش ليش ليفل 10؟ هذا وصلت ليفل اذا وصلت ليفل 10 تاخذ تروفي. نطلع من هنا، اضغط اوبشن وتجي ليرن سكيل هنا ونتعلم اللي هي اللي قلناها احنا اللي هي السنيك. فين السنيك اللي هي هذه شايفينها؟ سنيك اتاك. افتح هذه عشان اللي يجينا خلف الاعداء نطعنهم. طيب افتح هذه، هذه تعطيني حاجه تخلي سلاح في سم بصراحه جيده، ودي افتحها اشوف. طيب شو جهزها؟ نجهزها في المهمة الجاية. طيب شو قلنا احنا؟ لما خلصنا المهمة الأولى أول شيء فتح عندنا ثلاث أشياء حصلت، أول شيء اللي هو الدوجو هذا والستارتنج بويت هذا اللي فيها الشراين البلاك سميث الحداد الدوجو، هذا الشيء نفتحه بعدين. وستور هاوس ترفع أشياءك، المخزون اوكي. طيب الشيء الثاني، الشيء الثاني تفتح لك بعض الأحيان مهمات جانبية. هذه المهمة الأساسية شايفين مكتوب عندها ما أحمر مين ميشن، هذه المهمة الثانية، وعندك هنا هذه مهمة جانبية. المهمة الجانبية، المهمة الجانبية لو تذكرون ضغطت، شوف كيف ضغطت يمين يسار، شوف ضغطت بالآر 1 هذه مهمة عليها صح، شايفين الصح فوق، يعني هذه المهمة خلصتها، هذه المهمة الأولى خلصناها في المقطع الماضي، هذه مهمة جانبية ما خلصناها، وهي ترجع لنفس المنطقة حقت بالعادة المنطقة اللي قبلها بس ترجع من الخلف لو تذكرون واو لونج نفسها. طيب ايش الحاجة الثالثة؟ الحاجة الثالثة لو ضغطت R2 أو L2 تدخل على حاجة اسمها التوالايت ميشن. طيب ايش قصة التوالايت ميشن هذه؟ التوالايت ميشن هذه تفتح لك بين فترة وفترة، هي لها وقت أظن الساعة 7 والساعة 5 حاجة زي كذا، يعني لها وقت في البلاي ستيشن. تولايت ميشن هذه عددها 9 مهمات، عددها 9 مهمات ممكن تتكرر، تمام؟ التسع مهمات هذه قدامكم شايفين عندكم اللي هو القائمة حقتها. فأنت الآن صعب إنك تلعب، شوف الآن طلعت لي مهمة مستوى 125، شوف المهمة هذه مستوى حقها، يعني هذه مستحيل، هذه لو أدخل ينتهي يعني أمري. هذه 145 هذه آخر مهمة تعتبر، هي اظن اول مهمه 15 مستوى 15، ثاني مهمه مستوى 20 زي كذا. فهذه بصراحه من مطلوبه من تروفي اللي هو تخلص جميع المهمات، هذه بصراحه عشوائيه، هذه عيبه عشوائيه، يعني ممكن انتم تطلع لكم مهمات غير هذه، انتم تطلع لكم مهمات غير هذه، مو نفس اللي عندي انا 145 125 اللي هذه ايفل ان ذا ايذر وبيرر اوف تايدنج. عموما هذه لا تلعبها الآن، لا تلعب الآن، حاول تلعبها مثلا إذا كنت طلعت لك مستوى 15 لا تلعبها إلا وأنت مستوى 30، إذا لقينا مهمة المستوى حقها مناسب للمستوى حقنا ندخل نخلصها، هذه عيبة عشوائية بصراحة وغثيثة، لكن هي مهمات صعبة جدا لكن تعطيك أشياء جيدة، أشياء جيدة جدا. شوف هذه المهمة هذه كم تعطيك فلوس؟ الفلوس يعني 277,000، أنت تحتاج مليونين فلوس وتعطيك امريتا
318,000 يا رجل. سيب الأمريتي على الجنب، ركز لي على الفلوس، الفلوس شيء شيء جبار. طيب الآن نجي هنا ونخلص المهمة الجانبية هذه. المهمة الجانبية هذه ودخلنا فيها، هذه الجوائز حقتها وكل شيء حقها، بكل بساطة اقتل الزعيم. المهمة الجانبية هذه بكل بساطة زي ما قلت اقتل الزعيم، بس ما في شيء تجمع، ما في كودامة، ما في شيء تجمع ولا أي حاجة، بس اقتل الزعيم بكل بساطة. وإيش عندنا؟ حنا نروح الريدي جيتسو. وين عندنا هذا؟ ليش ما أقدر؟ أوه توتال جيتسو كوست 4، هذا يكلف 4، ما انتبهت النقطة هذه. وأنا عندي كباسيتي شايفين 4، وأنا عندي كباسيتي 3، فما أقدر أستخدم، لازم أركب نينجا واحدة عشان أستخدمه. طيب معاي شيء ليفل؟ معاي ليفل؟ ما معاي شيء. طيب ما علينا، بسيطة. الآن زي ما قلت بس أدعس، بس بسوي حاجة بوريكم حاجة. شوف هذه الأمريتا كويس، خلني أستخدم الأمريتا. شايفين الأمريتا هذه؟ الحجر الأصفر هذا، شايفين الحجر الأصفر هذا؟ هذا يعطيك سبيرت ستون، يعطيك أمريتا. زي هذا يعطيني 500 سبيرت ستون. هذا له فائدتين، الفائدة الأولى يعطيك أمريتا اللي هي أرواح، والشيء الثاني إذا خذت أرواح الفائدة الثانية، إذا الوحش عندك يعني ما هو مفعل، أو بمعنى آخر يعبي لك عداد الوحش، بمعنى آخر يعبي لك عداد الوحش. شايفين عداد الوحش فوق الدائرة؟ لو استخدمت واحدة شوف كيف تعبى. فيعني هذه عند زعيم، هذه تنفعك عند زعيم. مثلا زعيم تبغى تستخدم الوحش معاه بكثرة، بس خل معك هذه، تفعل الوحش تقتله وبعدين تستخدم وتفعله. شوف كيف تعبى الوحش، كيف تعبى الوحش. استخدم واحدة كمان عشان أركب مرة واحدة، أركب النينجا. الآن الوحش تعبى شايفين، استخدم واحدة كمان فأضيع، حاول زي ما ضيعتها الآن أنا. بس أنا بأركب النينجا ليفل اب، وبعطي النينجا تكة عسى عسى اللي هو الدكستريتي. اوكي عطاني 2، اوكي 2 كباسيتي كويس، 2 شو اسمه خانات. والان اقدر استخدم هنا احطه بدل هذه. هذه رجعت، هذه رجعت لك وراحت عليه ترى. ايه هذه موجودة، موجودة عندي ثنتين، ودي احافظ عليها. يلا الان عندي الشيء ذا، استخدم الشيء ذا شو غفير، والسيف. طيب نقتل الاعداء، بس بنروح الزعيم على طول، خريم حجرة، بستخدم هذه. واو عليك، والله كنت اجهز لك السلاح، اجهز لك السلاح. نطعنا سممناه، كم يستمر؟ وين ال يستمر فترة جيدة يعني، بس هذول الأعداء أصلا ضعاف. نريح هنا، يلا بس نروح نقتل الزعيم. تبغى تلف أنت في المهمة هذه على كيفك، لكن بالنسبة لي أنا بس أبغى أقتل الزعيم. أنا حاط على، حاطنا على، تعال هنا. بعد انسان اطعنا، ممتاز. ذاك شوف كيف المشي حقته، بوريكم الحين الغادرة جيت وراه. هاي يقلف وجهك، شفتك والله شفتك اصلا. دايما ياكل حجر، تعال هنا. تعال هنا، خذ خذ صار 4 طعنات يا اخوي. ايش بيان؟ اعوذ بالله، ايش بيان؟ يا سهل، يا جيش تقتلك عاد تطلع على طول كويس. طيب نروح عنده بس ناخذ الحاجه اللي عنده. الوحش اللي قتلته هنا انا في المقطع الماضي ما اخذت الادوات اللي هنا، لميت عند الكرون ما اخذت الادوات. كيف انا من يمين يسار بالعادة؟ انسى الكي هذه، انسى الكي هذه والله انسى. طيب يلا ناخذ الاشياء هذه،
نطلع فوق. اوريكم الغادرة اذا ما انتبهت. تيجي خلى خلفه واضغط لي مثلث، خلى تطلع احمر، لازم اطلع عليه احمر. شوف كيف احمر، يلا طلع. اوكي ظل مقفل، اذا لازم اخش من هناك. اوكي ما هي مشكلة، خش من هناك. يلا خش من هنا. في حد هنا؟ اوكي في واحد هناك. ننتفي بس ندفن جميلة. زي ما قلت ما في شيء، بس نتابع يعني المغادرات والاعداء. اخي ليش ناس التحكم؟ انا ماني عارف ليش ناس التحكم. يلا من هنا خلاص تختصر. من هنا في احد هناك؟ ما في احد هناك. انزل روح هنا. طيب الاعداء هنا، هناك واحد. اذا احترت دائما انتفوا. هل هو يجيك الان؟ ستة اللي جاي وراك، خلي يجيك. طيب عليك وضعنا هو في الارض احسن عليك يا شيخ. هون نسيت اغير حاجه، صح هون نسيت اغير حاجه. في شيء؟ في شيء. بس انتبه اذا حد كشفك يطلع صوت كذا، والخريطه اللي فوق الصغيره يصير عليها احمر. انتبه. رحت تجاه الشيء ذاك، رحت كشفني. ها خيط رجع لي احمر، ليش؟ غريب. طيب يلا روح هنا. اختصرت انا المهمة، ما في شيء. هذا اضغط انا، ودي اطلع ذا لانه مع فاس كويس يعني. ايوه يمدينا. اوكي تعال شوف صار ضربات. ممتاز مات. انتبه لهم يعني، انتبه لي لو شنو استانس حقهم. كل يعني كل سلاح له استانس معين. ف مات على طول. واحد غريب. بيت هذا ما في احد. انا فيه اثنين. نقتل هذا، واضح انه ضعيف. مات. جاني ذا، هذا مع سيفين. سيفين والله خطيرة، ما يستهان فيه. وانا استخدم الهاي ستانس. شوف كيف، ليش ضربته؟ لأن شفت الستامنا حقه، الستامنا حقه شفته بتنقص ويدافع هو، فضربته لأنه خلاص بجيله ضربة كذا وتنقص، عشان كذا ضربته. شفت كيف؟ فانتبهوا الأشياء ذي يعني. نفتح الصندوق هذا، ايش فيه؟ ماذا في ذلك؟ اوكي نشوف ايش عندنا. انا سويت حاجة ونسيتها يا شيخ. انا بلبس لبس النينجا. والله لبس النينجا مغري بصراحة. بس هذا وهذا قوي، بس انه ايش؟ لبس النينجا مغري، هتخلي السم كويس. هذا يعطيك صحة، هذا يخلي السم كويس. نفس لبس النينجا. شوف لبس النينجا مرة خفيف، مرة خفيف. هذا ثقيل. نلبس الدرع ذا ثقيل، وناخذ هذا الشيء. ما في شيء، ما في شيء هنا أقوى. ما في شيء أقوى هنا نوعا ما. هذا عندك ثقيل، هذا ثقيل بس لسه، بس يخلي لسه اخضر. ما دام اخضر كويس، ما دام اخضر كويس. الجزمات وانت بكرامة. برضو هذا ثقيل بس يخلي امريت ايرن. هذا كويس، هذا فيه امريت ايرن 3.3 رانينج سبيد. خلي 7 رانينج سبيد الجري. كويس ناخذ هذا كذا. كويس اهم شيء. هنا عندك اكسسوري. اوكي
لا يعطيني 7 أهم شيء، يعني قدراته جيدة إذا ما بطاله. إيش عندنا هنا؟ شيء جديد. الفرشاة شو تصلح؟ هذا اللي هو إذا نقصت أدوات السحر يعطيك أدوات سحر. هذه إذا رميته يطلع الوحش حقك، أنت الوحش حقك اللي هو الكلب وأنت بكرامة يطلع لك كلب ناري. هذه تعطي السلاح عنصر المويه. اوكي خلينا على هذا. شوف هذا زايد، لو تلاحظون هذا زاد قوته، زادت ليش؟ لان استخدمه بكثره، اللي هو شايفين فوق هو الفاميلاريتي. الفاميلاريتي هذا اللي هو التعود على السلاح، اذا استخدمت سلاحه بكثره تزيد قوته. طيب مشينا. دقيقه الشاتجن فيها شيء. دقيقه ما انتبهت للشاتجن طلباته. لا القوس ما اقدر استخدم القوس، اظن ما عندي طلقات. القوس ما اقدر استخدم، لكن هذا اقدر استخدمه. اوكي طيب، اوكي شيء حلو عرفناه. لا ما عندك شيء تبغى تجي هنا؟ في هنا اشخاص، واحد شايفينه. ابي بالحجر ده خليه يجي. تعال اوكي. كان بقي شويه بس، انا عندي تبي لل سري. انتبه حتى انت يكسرونك ترى، اذا انكسرت انتبه، يعني انكسرت يطعنونك. والله في واحد هناك نايم، خله دامه نايم. طيب نجي ورا هذا. انتبهني. لفيت المشكلة قبل يضرب. ايوه احلى شيء اذا طاح تضرب ضربه مربع بعدين ضربه مثلث. كيف الشاتجن هذه؟ دقيقه خلينا نشوف بعدين. العدو اقوى. انتبه لي، كنت مروح فوق انا. تبي جيبهم واحد دايم. خليته يجري وراي عشان تروح استمنى حقته. ايوه هو ده. يجينا تعال هنا، انا اقتلهم عشان ممكن يجمعون عندي. لا احي كثرت انت. يمكن الزعيم اذا قتلته اضطر اتحرك، ف خلاص. شوف ضربه مربع وضربه بمثلث، يطيح بعدين تطلع مثلث عشان دمج اكثر. ممكن اتحمس مع الزعيم و يقتلني و شو اسمه يجون ذا يساعدونه. طيب ايش عندنا هنا؟ عندي في اعداء هنا. هنا في اعداء. طيب يلا هذا عدو هنا زي هناك تقريبا قريب البداية. هنا في اعداء، هنا في واحد كذا متكي. السلام عليكم. ما فاصل كويس. كيف استمن حقته تروح قوة إذا معاه فاس؟ شوف كيف ضربة مربع يطيح وطيح. نخش هنا يلا جاز. عندي ذا ضرب دائما عنده شيء. دائما عنده شيء. هذا كذا خلني أظن في غدرة وراي بس. يلا ثلث ممتاز. الزعيم هناك في البيت هذاك، شايفين البيت هذاك المحمي؟ الزعيم هناك. فننتف هذا كذا. مات. مقفل هنا اصلا، ولا تروح هناك. طيب اللون احمر ليش ما يطلعون بقبور حمراء؟ هنا في قبر احمر. احاول اقتله بس قبل اخش هنا. في احد هنا؟ في هنا اظن في واحد هنا. اوكي هذا هو. اشرد. شفت كيف الكي هذه كي بولز؟ خلاص انا يا ابو الذين كيف يضربنا الرمح ذا؟ خذ شو الرمح هذا؟ الكي بولز هذه انتبه لها، تعود عليها. هذا كيف قوته؟ وش معاه سلاح؟ معاه سلاح رمح على شكل ضعيف ذا. اشرب عنه.
اشرد عنا جيبه هنا. يجيك بالعادة ما يتبعونك. واو من طلعت انت الله يكرف اهلك. لا يتبعني ذا لحم. نجينا بس ايش الاحمر يتبعني؟ ما حد تبعني. هذاك موجود. اوكي هذاك موجود. هذا يتبعني هنا. كويس خليك زي ما انت زي ما انت زي ما انت. واحد اثنين ثلاثة. ليه كذا؟ ليه تطعم؟ ما سويت كذا. تعال هنا. خذ 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 خذ. مات. طيب هذا كيف اجي ذا؟ فين هو؟ رجع لقبره. ليه؟ تعال هنا. تعال هنا يا سيدي. تعال. حيه. والله تخوف انت. والله غضب من ضرب. واو وش فيك انت؟ ايه ياك تورطت مع هذا. ايوه تورطت معه. احي عليك ايش فيك انت؟ تورطت مع هذا الذين. نبغى جلوري عشان نسوي. نبغى جلوري عشان نسوي. بويزن نسيت البويزن. يسوي بويزن. تورطت مع هذا الذين ذا. يا ابوي تورطت معاه شكله. خذ بعدين. عارف شو رأي المشكلة؟ أنا مدينة. أوكي أوكي والله بالقوة قتلته بصراحة. والله قوي والله قوي من الذين. طيب يلا نخش على الزعيم هنا. الأصلع زعيم أصلع كذا. هو ذاك هو عند أحد. أوكي عنده عنده واحد. نصيحة تقتل هذا انه راح يزعجك. لاصق على الزعيم. خلاص كذا صلح السم. يلا مضيع ذا. خذ. اوه ذا يراوغ والله. والله معاه مراوغات ذا مو سهل. بعدين يا السم يا شيخ. ما هذي دمج بالسم. اوه والله متبت لك كي حقي. مركز على السم كنت. لا التكي التكي والله يخلص بسرعة. ايش يبو والله التكي يخلص بسرعة. تعال خلاص الحين يموت. مات خلاص. واذا مات تيجي هنا. اوكي كل شيء تمام خلاص امورك طيبه. خلاص يلا الان سافر. يس اوكي احنا خلصنا المهمه هذه. خذنا اللي هو هذا الشعر. هذا يعطيك اللي هو الابيض يعطيك نقاط سكيل نقاط ساموراي اللي هي حقه تفتح مهارات الاسلحه. هذا املت البرق اللي هو يعطي سلاحك برق. خذنا الفاس وخذنا الدبل ساور جان. طيب خلاص احنا كذا خلصنا من هنا صح صح. ان شاء الله المقطع الجاي نخلص المهمه هذه. هذه المهمه صراحه فيها اصعب زعيم يعتبر في البدايه لكن ان شاء الله نخلص ان شاء الله. فتحت توالت من لا لسه هذه 145 دقيقه. عموما احنا اللي وصلنا معكم نهايه المقطع. ان شاء الله استفدتم من الشيء القليل. في الختام لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناه وتدفعوا المقطع اصحابك خلهم يستفيدوا منه. ذات وتم بلعبه التروفيات النيو الجزء الاول. حياكم على حساب انستغرام تويتر. حياكم موقع تليكم العاب العباده ودار صلاه. والسلام عليكم.